كل هذا كل مرة والله حبيبي ايش هي هذه كل مرة حبيبي Salut. سالي، سلام. سالي بريم، هذه مش المرأة متابع. بريم هذه المرأة هذه المرأة حرز حرز كش ما تخسر معها. بريم حرز كش ما تقول لها اي ماشي غي سافا مون بيبي. حرز بريم Ça va et toi? سافا بيا ماشي غي تي مامون. صافي اون سيمين Ça fait combien de temps t'as dit? هما معايا. وي اللي جات شي مامون كي ما شيري دور شو الغاز دور الغاز انا شو اقلب لكم لاكاو شو با ماش كنت خو سي كي اكو ما شيري برا تكلم الغاز جلو سو با جخوا با لو تيور. السلام عليكم. كيف راكم تعرفوا تاوي يا رب سمعك خزي عبر راكم ها يا اخوتي ما مختار وانا عارفه مختار جوز اوكي داوتك اون با لا غاب دون تو لي كا صافا صافا جات تو بيان سي بيان اي فو لوك ميسي سمعك قولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله غدا كنت عليك في الدار حاسس بالفرق 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 حاسس ماشي يا غدوة انا هدر معاك مش هدر غدوة يا غدوة نطلع عليك مليح غدوة نطلع عليك ميسا سيدي يا غدوة انا كلاسي غدوة انا كلاسي والله انا كلاسيتك براي براي مع الغاز انا مع الغاز ده انا كلاسي تتكلم عليك شيء بون سي با بون سي هو اكزاكتومون نقول لك تسوكي مرة طلبت حمسي وحمسي في المرة غدوة ان شاء الله براي براي بريم غدوة إن شاء الله غدوة إن شاء الله أي خدير وين نروح إيه وقعد وين شو مش مضى قطر شو مالي أتعطى شو مالي حمزة والله لازم نروح قسم بالله لازم نكوب ونروح ديري روح روح تريحها منك روح خلي خبير وروح صايم ما عادش نادر صايم ما عادش نادر خليني ساكت خير بلا نقطة بسم الله بسم الله خرج عدو الله خرج عدو الله تنتظر كل حد خلو موضوع خلو موضوع ترى دير الجرينة الجرينة على راسك يا الله تقدر فيديو كتير ما تكبش اليوم ترى فيه الجرينة ما يتعود وين دار معك غدوة ولا لك نحشيتك انا كراشي ميسا صح العب من هي عبد الله يا ولها ما هذا حمزة رازح في الوضع رازح فاضر ولي شو تسوي تقول لي في اللايف صافي يومين يقرا لك هو نعم ها هو هو هاي حمزة دارها بروحه ومشي حنايا هو راه شباب انا بغينا نعطيك هضره شاب راه طلع لي لي قاوريا هو قالك طلع لنا الكور هنايا وما نفهموهمش شو لا تسيجي حمزة بدا الساحب ياه بغينا نهضروا على السحور بغينا نهضروا على السحور بيعطينا معلومات لهذ الناس اللي هم مسحورين ويعطينا فايده وعنده اجر راه قاعد يهدر اللي من هي مع ما يسوي لك سموها لا ما مش هيدر نهضروا نحلوا ملف نهضروا على السحور ولا ما نحلوش ملف صاحب يا حمزة ها دوالك تعمل دي صيغه ها؟ بلغة المعنى الفرنسي بلغة المعنى الفرنسي ايه هدر معاه هدر معانا فرنسي يا حمزة هاك تمسخر بيا دروك ابراهيم يا اللي قولي يا كورونا والله اللي عداتك ابراهيم ابراهيم وطلع قولي يا كورونا قولي لعداتك قولي لهم يا الله كريم
خليهم طلع قوريه بها الاغريم خليته شو خليته ود ونبداو نهضروا بالانجليزي. هيا صاحبي ميرسي اغيتا، هاني باي باي اغيتا، ميرسي اغيتا باي باي. حوسه والله كان جايبها غايه غير قاطعتها ولا هذا عطالق واجب بس يجي تعرف روح سيري والله لا تسيري ابراهيم سيري روح. السلام عليكم حمزه اخي حمزه، احنا مشينا نزعقوا احنا هذول مقلوبنا الشيء هذا راه صاري والله ما يكذب عليك حمزه صدقني بالله هذا الشيء اللي راه صاري مشينا نكذبوا راه صاري راه صاري 100%. سمعتني؟ سمعتني اخي حمزه؟ شنو هذا الشيء؟ تعش الشيء اللي راه صاري تعش الشيء هذا الشيء اللي راه صاري هذا تاع الطلاق انا قال لك راهم يروحوا للديار يا مش انا نكذبوا حمزه هو ولا بري هو ولا بري فاني ما حمدتوش هو ولا بري قاعد يهضر معاك هو قال لك هضرنا السجي حمزه السحور راه بزاف صحيح والله لا بيسحروا الناس وكا هو قال لك هضر معايا على السجي تاع السحور اسكت الناس السحور هذا السحور هذا تاع شكاين راهم يسحروا الناس هم ساحرين شو لحمزه السؤال تاعك شو السؤال السؤال تاعي الناس يديروا السحور في المقبره وراهم يديروا السحور للناس ما يخدموش وراهم يديروا السحور بالنسبه يرقدوا ابراهيم الانسان كيفاش يعرف روحو بلي راه مسحور ما هي الاعراض باش الانسان هي يعرف الاعراض هي الاعراض دروك اللي راه مسحور الدنيا هذه يسموها الدنيا الفاشله المتراكركه الدنيا هذه اللي راه يتركرك على الناس واللي راه يتهبل في الناس واللي راه يدير السحور في الناس بارك الله فيك نقولهم ربي يهديكم باسكي روك نروح نقول لك حمزه هذو اللي راهم يسحروا الناس وقبلوا توسا دروك في الماكله وراهم يديروا سحور واحد يبغي ياكل غير قرطع كسره بحبه بيض يسيب روحه ويتمشى ويهضر ويطيح كيما حمزه عاد شي دقيقه دقيقه راهي صاريه لي انا داروا لي قالوا لي راهم يسحروا الناس تدخل معاه لي صوره تاكل يفرخ خالك ويوصل في الماكلة الله أكبر والله يا حمزة يا أخي حمزة راهم يعلقوا الحجابات مور الناس ويتسحروا الدنيا ودروك تبغي تتعشى ولا تبغي تفطر تسيب الماكلة قدامك وما تاكلهاش دروك واحد يكون يعارضك في موت ولا في قرح ولا في عرس ولا في حاجة تسيبها قدامك وما تاكلهاش يعرضك في موت يعرضك زعما في عرضك تسمع جنازه تروح صح صح اسمح لي سمع جنازه تروح ما تاكلش ما تروح كمل كمل اسمع جنازه تروح موت فاني تروح في الشهر يا ودي يا وقع كيف كيف ولك بجي انا ما هي شي دي كاسكروتك معاك دروك هاد الناس اللي راه يقتل الناس واللي راه يدير هاد الاعراض اللي راه يدير هاد الاعراض تاع السحريه نقول لهم ربي يهديكم وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم وكاع هاد الشيء اللي راهم يديروه دروك تاع الشيء راهم يديروه حمزه راهو غير قرده تاع كسره تاع مطلوع يدخلوا فيها ديك الحبوبه يهرجوا الناس الله اكبر اعوذ بالله كيما هكا كيما هكا دروك حضيرو كيما هكا كون يقلع اللحية سيب لحيته كاع بيضة لا الشعورة في وجهه والله فاق له لا والله كمل كمل لا والله صحيح ابراهيم والله يا خاوتي حمزة حمزة قديرو قول وعياذ بالله منها قديرو قلت مشاك تسمع ولا لحيتي بيضة لا سيب بيضة لا سيب لحيتي بيضة ارجع دقيقة شد روحكم كوليكسيون راحت لا والله حمزه حمزه اسكو على جوابتك الاجوبه اللي راه يجاوب عليها ابراهيم بارك الله فيك يعني اجوبه في محلها لا محل لها من الاعراب يعني ابراهيم الانسان كيفاش يقلع السحور هذا الانسان كيفاش يدير يعني باش يتخلص من هذا الظاهره هذا الناس حمزه اخويا كرسي فيك هذا الشيء هذا الناس حمزه اخويا هاد الناس اللي راهم يديروا السحور واللي راهم يعدوا الناس زاد السؤال مطروح عدد السحر شحال كاين حمزه قال طلع عليك كيسي عدد السحر شحال قال لك حمزه العدد السحر طلب عليه شحال من عدد السحر يعني شحال شحال كاين من كاليتي كيما شحال من كاليتي حمزه قول له
سؤال. بين حوالي 1200. اوه يا انت بتشري لاغونا ولا تبتشري انواع السحر؟ انواع السحر فيها 9 متر، فيها 9 متر ما شاء الله. انواع السحر فيها 9 متر، فيها 9 متر كاري، فيها سنتيمتر. هذيك الجوليه قلت لكم بلي انا فولويتها وهي ما رجعتها ليش ماليها. شو قالوا لك خطيرهم؟ هي فولوتني ولا ما رجعتها ليش؟ كمل يا حمزه كمل. برايم اوه برايم انسان كيف يعرف روحه بلي راه مسحور؟ انسان كيف يعرف روحه بلي راه مسحور؟ لا سهل سهل شوف كيفاش الانسان يعرف روحه؟ كيفاش زعما كيعرف روحه؟ كيفاش تحس روحك بانك مسحور؟ تولي طيح، تولي تقول كلام كيما تقول. اسمع حاول تقولي هذيك، تقولي هذيك ماشي مرتك تقولها مرتي. سي تقولي عندك عينة اشياء. خلط لك رابطة مع الروتا. خلط لك رابطة مع الروز. تطيح الروتا. تقولي طيح روحك. براهيم انت، براهيم انت سحرك ولا شامي سحرك؟ انت عندك تاكل حشيش وحدة. براهيم انا قلت لك هذه مسحورة. قول لها دي حشيش شوربة. لا والله نسحر، والله نسحر في سبيل الله، والله لا حمزه راه مقبول، والله ماني زعق، والله لا راه مقبول. قول له، قول له نوع السحر اللي راه في حمزه الشوارع. نوع السحر اللي راه في حمزه ماكول ولا مشروب ولا حاجه. بالك بالك كليت حاجه غلطه. بالك كليت حباك مسار غلطه استمسحونا. صح النوع اللي راه في الشوارع. ابراهيم هو كيما المنتخب، ابراهيم كيما المنتخب الوطني تاني راه مسحور ولا مش مسحور؟ حمزة بالك كنت حاجة غلطة، جاوبني بالك كنت حاجة غلطة. أو نبي ربي يحفظك. هي دارت لي فولو عادي، هي دارت لي فولو. بالك كنت حاجة غلطة، بالك براي ما تعرفش كاش واحد يقلع كالشيخ يقلع لي. يقلع تسحور بيقلع. شاهين؟ بيقلع السحور. ما تعرفش كاش واحد يقلع لي السحور؟ والله ما راني عارف. انا عظيمة. مرحبا. كيف حالكم؟ كيف حالك صديقتنا؟ صديقتنا الجميلة كيف حالك؟ والله الحمد لله وأنتم. مين هذه هي اللي حمزة هذه هي اللي سحرتك؟ شو؟ حمزة هذه هي اللي سحرتك؟ لا مسكينة هذه. فهمتوش. لا مسكينة هذه من تونس، هذه زميلتي وصديقتي، هذه صديقتي يا إبراهيم. لا 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 تقول هكذا. اش قال؟ قال لي هذه مين؟ قال لي هذه مين البلد؟ أنا من تونس. ما شاء الله، مرحبا مرحبا بك، مرحبا. قدير قدير، شبيه قدير؟ قدير وزعلان. علاش زعلان؟ احكي احكي، نعرفهم راهو فاست زوما بتاع كل لايف، كل ما نخرج مع واحد عامل فيها كاميرا في التليفون. هي انا اشرفها. فيك تحكي يا يعني. اشرفها. فيك تحكي، فيك تحكي كدير. شو حالك؟ يلا نكبسوا نكبسوا يا جماعة، نكبسوا. هاي خدير وما تسمع فينا برسمي ما يسمعش ولا مقلب.